صباح الخير يا عزام. طبعا تحليل فني الصباح لشركة وينز بلوكر، هقدمه لكم كريم مجدي يوم 6 ديسمبر 2021، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. أداء سلبي طبعا اليوم الجمعة الماضية لمؤشر داو جونز، وده أكيد بعد البيانات الأمريكية اللي جاءت أسهم متوقعة بيانات التوظيف واللي أثرت بشكل مباشر على شوية المخاطرة وأدت لانخفاض الأسهم الأمريكية. ولكن في نهاية اليوم مع بداية اليوم طبعا أو مع بداية التداولات الصباحية اليوم النهاردة، شفنا مرة أخرى عودتهم الأداء الإيجابي، وده لتقلص الأسواق من آثار بيانات التوظيف الأمريكية وتجاهل الأسواق التام ليها. دي كانت أهم الأخبار. كان هفكر حضراتكم بأهم البيانات اللي ظهرت يوم الجمعة الماضية. تقرير التوظيف بالقطاع الخاص اللي كان متوقع عليه 550 ألف وجيب نتيجة أسهم متوقعة 210 ألف. مؤشر مدير المشتريات الغير صناعي اللي جاب نتيجة أفضل متوقع 69.1 وكان متوقع عليه 65. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك ننتقل مع بعض نشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما حضراتكم شايفين الأداء الإيجابي على مستوى كل المؤشرات، والثباتات على 34500 مؤثر بشكل كبير طبعا ومدعم بشكل كبير مؤشر داو جونز. أداء إيجابي على الإي إم إيه، على السار، على الفلات ترين، تقاطع المتوسطات السريع الأعلى، ثباته على نقطته المحورية، كل ده مشجعه طبعا بشكل كبير لمزيد من الأداء الإيجابي. وإن كان اصطدامه بمنطقة مقاومة هام عند 34.38 بطأت من ارتفاعاته، ولكن نجاحه في كسرها هيفتح المجال ل 35.110 وراها ل 35.300. مرة تانية كسر ال 34.830 هيفتح المجال لل 110 وراها 310. السيناريو الآخر معاك يستحق بكسر ال 34.255 وراها ال 25 وآخر نقطة عن 33.725. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم التداول الآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.